وفي سياق متصل، أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض باقات سياحية خاصة للسياح من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالتعاون مع شركاء سياحيين بما يضمن قضاء أمتع الأوقات في المملكة. حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مريم التوراني، مديرة التسويق والترويج بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. نرحب بك أستاذة مريم في نشرة الأخبار. طبعا يعني هناك معدلات انتعاش سياحي خلال الربع الثالث من العام الجاري، يعني هذه المبادرة التي تم إطلاقها من خلال إطلاق مجموعة من الباقات السياحية لإنعاش القطاع السياحي، كيف سوف تعزز مثل هذا القطاع؟ مرحبا، مشكورا على الاستضافة. طبعا نفس ما تفضلت، أطلقنا باقات سياحية خاصة للسياح من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نعم. وذلك بالتعاون مع شركاء سياحيين منهم الفنادق ووكلاء السفر. وأهمية إطلاق الباقات من خلال حملة عياد البحرين يعزز دور قطاع السياحة كصناعة واعدة في دعم نمو الاقتصاد الوطني. نعم، كيف سوف يعني مثل من خلال هذه الباقات، كيف توضحين لنا أستاذة مريم يعني أبرز ما تضمنته هذه البطاقات وهذه الباقات؟ الباقات تتضمن عروض خاصة لإقامة في فنادق من فئة الخمس نجوم لغاية الفنادق من فئة ثلاث نجوم، طبعا مع توفير خدمات المواصلات في مختلف مناطق البحرين. والباقات السياحية يعطي السياح فرصة لزيارة مملكة البحرين وحجز إقامة فندقية والاستمتاع بالأنشطة السياحية، ضممت خصيصا لتناسب مع معدلات انفاقهم. وأيضا عددنا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض برنامجا حافلا بالمهرجانات والفعاليات لترحيب السياح. نعم، إذن الأستاذة مريم التوراني مديرة التسويق والترويج بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، شكرا جزيلا لك.